الفن مهم لتوصيل الفكرة أو القضية الفلسطينية بشكل مبسط، من خلال الرسم، الجداريات على الجدران، أو خلال الموسيقى أو الفن بأشكاله للمواطن أو للشعب الفلسطيني، إذ كان إنه باللوحات تعبير عن واقعنا الفلسطيني من خلال اللوحات الجداريات أو خلال الموسيقى. يعني شيء مهم، يعني وصل الفكرة. يعني أنا بالنسبة لي مهم كبير، مهم كتير 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 مهم، لأنهم أكيد يعني بيوصلوا معاناتنا، بيوصلوا أفكارنا، بيوصلوا طموحاتنا، بيوصلوا إيش إحنا بنفكر لمستقبلنا ومستقبل القضية الفلسطينية، بيوصلوها للعالم الخارجي. يعني هذا أنا بهمني كتير، كمان كل فنان أجنبي، فنان عالمي يهتم بقضيتنا، أنا بهتم فيه ومهم كتير يعني إنه الواحد يهتم فيهم ونساعدهم بكل حاجة. لما يجوا مثلا على فلسطين أو في مخيماتهم لازم إحنا نساعدهم ونعطيهم أفكارنا وطموحاتنا، على سبب هم كمان يوصلوها للعالم الخارجي ويفهم العالم إنه إحنا شعب مطالب للحق، مطالب بإزالة الاحتلال، مطالب بدولة فلسطينية يعيش حر زي باقي الشعوب. هي كل اللي بدنا إياه. كشعور أول مرة أحسه، يعني شعور كتير كتير حلو، خاصة إني أول مرة أطلع من غزة على مكان شبيه للمكان الفلسطيني اللي أنا بعيش فيه، بلدي، إن أنا بين أهلي وناسي وشعب فلسطيني. يعني حس حالي إنه أنا بجد في فلسطين، مش برا فلسطين. شعور حلو كتير، يعني شعور بقدرش أوصفه. مش مصدق إنه أنا برسم برا فلسطين، وخاصة في لبنان، وخاصة أكتر في مخيمات فلسطينية، مخيمات الشتات. يعني بجد حتى لما أروح غزة وأخلي أصحابي وأهل فلسطين أخليهم يشوفوا شغلي، يعني يمكن هذا شعور بالفخر فقط، يعني مفتخر كتير. يعني انا انبسمت بالرسم، وخاص عن فلسطين، ارسم عن فلسطين برا فلسطين، جد شيء حلو كتير. يعني اكيد احساس متغير كتير، يعني بس برضو النفسية موجودة، انه كان برضو مفروض علي انه كنفسيا انه انا مش حر نفسيا. بس طول ما انا هنا في لبنان، خلال الاسبوع اللي عشته هنا او اسبوع وكم يوم، حاس حالي حر جسد، يعني انه انا بطلع وقت بدي باجي، مش خايف في طيارات، فيش طيارات. اما نفسيا انا لسه برضه تحت حصار، تحت حرب، تحت احتلال، الانسان لسه ما له دولة، مش حر لسه. يعني استاذ، هي